السابعة بتوقيت القدس الشريف، نشرة مفصلة للأنباء من الميادين، نبدأها بالعناوين. الجعفر يؤكد ضرورة خروج القوات التركية من العراق ويشدد على أهمية التنسيق بين تحالف واشنطن وروسيا للضغط على داعش في سوريا. استعدادات عراقية عسكرية لإطلاق المرحلة الثانية من معركة تحرير الموصل. بوتين يعلن فشل محاولة التوصل إلى اتفاق مع أمريكا بشأن سوريا ويصف اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية بأنه هستيريا. حركة الجهاد الإسلامي تطرح مبادرة من 10 نقاط للخروج من أزمة القضية الفلسطينية. مصر تحبط تهريب 1000 القطع الأثرية وتكشف جزءا منها في معرض بالقاهرة. مرحبا بكم. أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ضرورة خروج القوات التركية من الأراضي العراقية، وقال إنه التقى في جنيف نائب وزير الخارجية التركي وطلب منه ذلك، مشيرا إلى أن تركيا قدمت أكثر من مبرر لدخول العراق وكلها حجج غير صحيحة. الجعفري وفي مؤتمر صحفي شدد على أن الضغط على داعش شرق سوريا يتطلب تنسيقا بين التحالف الدولي وروسيا. وفعلا قدمت أكثر من مبرر، مرة قالت باتفاق مع الحكومة المركزية وهذا غير صحيح، ومرة قالت بتنسيق مع حكومة إقليم كردستان وهذا أيضا غير صحيح، وأيضا سبق وأن قالوا عندنا معاهدة سابقة من رجعنا إلى خلفيتها يمكن 1982-83 كانت قد سمحت للقوات التركية أن تدخل لمدة 72 ساعة وانتهت المدة وكل شيء انتهى. قالوا أنه إحنا جاي نطارد البيكاكي حزب الأمن الكردستاني. البيكاكي منو جابهم خلاهم بالعراق؟ حكومة تركية باتفاقية معينة جابهم خلاهم في قنديل وهو جبل أرعن صعب السيطرة عليه. هذه الحجج كلها غير صحيحة، وإحنا في الوقت الذي نتمسك بشدة بالعلاقة مع دول الجوار الجغرافي بما فيها تركيا نتمسك بدرجة أشد للحفاظ على سيادة العراق أرضا وشعبا وأمنا وثروات. الجعفري قال إن الحشد الشعبي ظاهرة عراقية وشأن عراقي ليس من اختصاص الآخرين. الحقيقة موقف نسبيا متفاوت، بس لا أكتمكم سرا، أكو ثمة بعض الدول من تتحسس من مشاركة الحشد، بس أنا أفردت لهذه الظاهرة، أفردت لها وقتها اللي تستحقها، وتحدثت عن بطولات الحشد وعن نزاهة الحشد وعن تضحيات الحشد، بل اضطرني أحد الأشخاص قلت له قد تحتاجوها في اليوم في عاصمتكم عندما تتعرض لا سمح الله إلى اختلال أمني كما تعرض العراق، ستحتاجون إلى الحشد بما يتمتع به من بطولة. بدوره قال رئيس التحالف الوطني العراقي السيد عمار الحكيم، قال إن أي قوات غير عراقية في العراق غير مرحب بها ولا مانع من التنسيق مع تركيا إذا سحبت قواتها، ولفت إلى أن العراق لن يأخذ تعليمات من أي بلد لتحديد الصنوف التي تشارك في معركة الموصل. لسنا في وارد تلقي التعليمات من أي بلد في من يشارك أو لا يشارك، وأن يشارك في هذا المحور وهذا القاطع أو لا يشارك. العراقيون هم من يقدرون كيف ينظمون العمليات ومن الذي سيشارك في كل محور وكيف يحقق انتصاراتهم، ونتمنى من المجتمع الدولي والذي وقف داعما ومساندا للعراق عبر التحالف الدولي والقوى الكريمة الأخرى التي تدعم العراق خارج هذا التحالف أن تستمر بتنسيقها الكامل مع الحكومة العراقية مع القائد العام للقوات المسلحة من أجل تقديم الدعم والإسناد للشعب العراقي.
أفاد مراسل الميادين بتحرك القوات العراقية إلى غرب الموصل تمهيدا لانطلاق المرحلة الثانية من عملية تحرير المدينة. مصادر ميدانية أفادت الميادين بتقدم الجيش العراقي أيضا من المحور الشرقي للمدينة، وتوقعت حصول ضغط كبير على مسلحي داعش ودخول بعض أحياء المدينة قبل نهاية الشهر الحالي. وأكدت المصادر أن ذلك التقدم ستسبقه استعادة منطقة الشورى بالكامل من سيطرة داعش. للمزيد ينضم إلينا من العاصمة العراقية عبر الهاتف مراسل الميادين عبد الله بدران. عبد الله، لو تضعنا في طبيعة الاستعدادات للمرحلة الثانية من عملية تحرير الموصل، وبماذا تمتاز هذه المرحلة عن المرحلة الأولى؟ نعم رامي، العملية المفترض أن تشهد عمليات عزل للوحدات الإدارية في محافظة نينوى، الحديث عن عزل في جنوب مركز نينوى حمام العليل عن الشورى، وكذلك فتح خط ومواجهة مع داعش في الحضر والبعاج، على اعتبار أن القوات الأمن العراقية فعليا منذ أن انتهت عمليات تحرير القيارة هي تسيطر على تقاطع شرقات قيارة الحضر. ومن المحور الشمالي إلى الآن من المفترض أن تنجز مهمة عزل سهل نينوى عن شمال الموصل مركز المحافظة مع عمليات عزل سنجار عن طريق 47 ودفع خطوط الصد. بالنسبة للمحور الشرقي من المفترض أن تنجز القوات الأمنية العراقية وتدفع خط الصد والمواجهة مع مسلحي داعش الذين يتمركزون ما بعد ناحية الحمدانية التي تحررت منذ بداية انطلاق عمليات قادمون يا نينوى. بالنسبة للمحور في شرق الموصل هو من المفترض أن يشهد تفرعا للمحاور الرئيسية التي تدخل إلى المدينة وتضغط وتشكل ضغطا على داعش في مركز المدينة، على اعتبار أن المدخل الشرقي للموصل سيكون من المفترض كما وضعت الخطة من الحي الصناعي ومن الحي العربي في شمالها الشرقي للمدينة. كذلك من المفترض أن تكمل قوات الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع الاندفاع ما بعد الشورى والمباشرة بعمليات استهداف مركزها على الأقل لمنع داعش من أن يفتح جبهة مشاغلة باتجاه الغرب أي باتجاه الصحراء. المرحلة الثانية تشهد اندفاع الحشد الشعبي، وقد وصلت طلائع هذه القوات ممثلة بالمهمات الخاصة في اللواء 30 من قوات الحشد الشعبي وعلى رأسها كتائب بابليون. سبق ذلك انتشار ومسك للطريق الرابط ما بين شمال صلاح الدين المتصل جغرافيا وإداريا بنينوى باتجاه الغرب أي من بعد بيجي واتجاها صوب الغرب باتجاه الشرقات. تترك للشرطة الاتحادية ضمن العملية والمرحلة الثانية من العملية الوصول إلى ضفاف نهر دجلة إدامة خطوط التماس، على اعتبار أن ضفاف دجلة الشرقية تتواجد فيها قوات الفرقة 15 في الجيش العراقي، والضفاف الغربية من المفترض أن تنجز المهمة فيها للشرطة الاتحادية أن يتم بناء جسور الهندسة العسكرية من أجل الاندفاع على الموصل من الجنوب في المحور الجنوبي، لأن الموصل بطبيعتها الجغرافية يشترها دجلة إلى شطرين، الساحل الأيمن والأيسر. الساحل الأيمن تعتقد القوات الأمنية العراقية هو الذي يعني يشكل عقدة عسكرية، وتركيز داعش وقيادته ورمزية داعش في الموصل في الساحل الأيسر. بالنسبة للساحل الأيمن ستترك فيه المهمة لقوات الرد السريع، على اعتبار أن هذا الساحل يتصل بطريق 47 وتلعفر، ومن المفترض أن تكمل قوات الرد السريع اندفاعها على أن تقوم قوات الحشد الشعبي بالوصول إلى المحور الغربي بجهوزية وقوة عسكرية وارتكاز سريع يمكنها من قطع الطريق على أي إمداد لداعش سواء من العراق لسوريا أو من سوريا إلى العراق. وربما هنا عبد الله يعني هذه الجزئية فيما له علاقة بتلعفر، هل من خصوصية يعني تضاف لتلعفر في هذه المرحلة لجهة تخوف من انتقال تنظيم داعش من العراق إلى سوريا؟ هل خصص لها جهة بعينها ستتكفل بهذا الجانب وهذه النقطة؟ العملية ستكون رامية انطلاقا من جنوب نينوى باتجاه تلعفر. قوات الحشد الشعبي من المفترض أن تتم عملية انتشارها في المحور الجنوبي بالموصل على أمل أن تندفع كما وضعت الخطة باتجاه تلعفر في شمال غرب الموصل. تلعفر رامية والشورى والحويجة مضافا للفلوجة سابقا تمثل مناطق لها رمزية لداعش. صحيح. عدا الرمزية التي تمتع بها الموصل على اعتبار أن الموصل أعلنها البغدادي عاصمة لداعش، لكن تلعفر فيها عدد من القيادات في التنظيم على رأس السلم العسكري للتنظيم، فيها عدد من شرعيي التنظيم على رأس هرمية
مجالس التنظيم التي تقدم وتقود الفتوى والجانب السياسي إن صح التعبير، وهي خزان بشري للتنظيم كما كانت تمثل الحويجة. ما حصل في تل عفر إبان الانهيار الأمني كان قد ناله نصيب كبير من أبناء القومية التركمانية وأبناء عشائر شمر وربيعة التي كانت تسكن وتجاور هذا القضاء. بالنسبة لتل عفر، وفق التقديرات الاستخبارية العراقية فإنها ستكون الممر والمرحلة قبل الأخيرة إن قرر مسلح داعش أو إن غض الطرف عن انسحابهم من الموصل مركز نينوى باتجاه الرقة أو باتجاه طريق 47 باتجاه الحدود العراقية السورية على الأقل، ومن ثم الدخول إلى الرقة. لذلك هذه الجزئية التي تتحدثين عنها هو ما يريد الحشد الشعبي تنفيذها، وقطع الطريق على مسلح داعش، وإن كانت المعلومات تشير إلى أن الجانب الأمريكي يبدي رغبة بأن يكون هناك منفذ لمسلح داعش على الأقل للهروب من الموصل مركز المحافظة بدل أن يتم قطع الطريق سريعا عليه، وبالتالي ربما تكون حجر عسر عسكرية أمام القوات العراقية كما يرى الأمريكيون من وجهة نظرهم. لذلك التركيز هو إكمال الاندفاع من المحور الشرقي وأخذ الساحل الأيسر، على أن تترك مناطق غرب نينوى أمام قوات الحشد الشعبي من أجل قتال داعش وتحريرها ومسك الطريق الرابط باتجاه تل عفر شمال غرب. كل الشكر لك عبد الله بدران مراسل الميادين على مروحة المعلومات والمعطيات التي وفيتنا بها عبر الهاتف من العاصمة العراقية. الأنفاق إحدى التكتيكات التي يعتمد عليها داعش في مواجهته تقدم القوات العراقية باتجاه الموصل، فبعد تحرير العديد من المناطق قرب برطلة شرق الموصل تم الكشف عن شبكة أنفاق واسعة. حازم كلاس. بعض هذه البيوت قام عناصر داعش باستخدامها لحفر أنفاق كهذا النفق وبهذا العمق، جئنا إليه بمرافقة قوات جهاز مكافحة الإرهاب. يعني يمكن أن نتقدم أكثر داخل هذا المنزل لننزل ربما إلى هذا النفق. كميات كبيرة من التراب وضعت هنا داخل الغرف. هذه هي الحفرة التي قام عناصر داعش بزراعتها. بحسب قوات جهاز مكافحة الإرهاب عمق أو طول هذا النفق يصل إلى 500 متر، يخرج ربما إلى أطراف المدينة أو البلدة. هذا هو النفق الذي قام عناصر داعش بحفره من هذا المنزل، مزود أيضا بأسلاك الكهرباء وبالإضاءة، ولكن قوات مكافحة الإرهاب قامت بطبيعة الحال بقطع الكهرباء عنه وبإحراق إطارات داخل هذا النفق من أجل خنق ربما بعض العناصر الذين ربما قد يكونوا متواجدين في الداخل في الطرف المقابل. هل اكتشفتم أي عناصر لداعش داخل هذا النفق؟ هو ينهزمون. ينهزمون. إحنا وصلنا لهاي المنطقة الدواعش، وصلنا هاي المنطقة شردوا انهزموا. ينهزمون. ما ظنوا بالنفق. أبو الطيار ضربهم وقع البيت عليهم. يعني النفق إلى منفذين. أول منفذ هذا المنفذ اللي إحنا. المنفذ الآخر يصل إلى الشارع الرئيسي. الشارع الرئيسي عبر الشارع الرئيسي. فمن هناك هم اللي فلتوا شردوا. حفر هذا النفق يدل على استعداد عناصر داعش وتجهيزهم لهذه المعركة، معركة التحرير، تحرير الموصل. يعني هو نفق ملتوي أيضا، هناك الكثير من الالتواءات في هذا النفق ربما من أجل تسهيل الهروب من هذا النفق. وبالفعل قام عناصر داعش ربما باستخدامه من أجل الهروب خارج هذه المناطق باتجاه الموصل. حازم كلاس، شرق الموصل، الميادين.
نبقى في الشأن العراقي، ودعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى مواصلة الضغط على تنظيم داعش بهدف الحد من تهديداته. بيان صادر عن البيت الأبيض أعلن عن اتصال بين الرئيسين رحب خلاله أوباما بمواصلة الحوار بين أنقرة وبغداد حيال الدور التركي في التحالف ضد داعش بالعراق. وإذ لفت البيان إلى الدعم الأمريكي التركي لسيادة العراق ووحدته، شدد على أهمية منع حزب العمال الكردستاني من إيجاد ملجأ شمال العراق. إلى الشأن السوري، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل محاولات روسيا التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما لوقف سفك الدماء في سوريا. إن محاولاتنا للتوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما لوقف سفك الدماء في سوريا لم تنجح. في الحقيقة لم تتشكل جبهة موحدة لهزيمة الإرهاب. هناك قوى في واشنطن بذلت قصارى جهدها لضمان فشل اتفاقاتنا. هذا وقد حذرت الخارجية الروسية من أن تزويد واشنطن للمسلحين في حلب بأسلحة ثقيلة سيؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها. المتحدثة باسم الخارجية ماريا زخاروفا أشارت إلى أن المقاتلين في حلب يحصلون على أنظمة دفاع جوية محمولة أمريكية الصنع، لتصف تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سوريا بأنه يفتقر للأدلة المقنعة. كما نفت الخارجية أي علاقة لموسكو بقصف مدرسة في إدلب. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال إن مسألة التسوية في سوريا أمر مستحيل من دون إيران وروسيا، مشيرا إلى أن استبعاد هاتين الدولتين من العملية التفاوضية يعني خلق مشاكل جديدة. أقال كيري إن الجميع ما زال يعتقد أن حل الصراع في سوريا ممكن من خلال الدبلوماسية، على الرغم من أن ذلك ليس بهذه البساطة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أنه اقترح على نظيره الأمريكي المشاركة في عمليات تحرير مدينة الرقة السورية من تنظيم داعش. أردوغان أشار إلى أنه دعا أوباما إلى عدم التفريق بين التنظيمات الإرهابية كحزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب وداعش وفق قوله، وأضاف أن قواته الموجودة في سوريا ستتجه إلى منبج والرقة بعد تحرير مدينة الباب. نحن نتقدم الآن نحو مدينة الباب كونها معقلا لداعش، وبعدها سنتوجه إلى منبج والرقة. دعوني أقول لكم إننا لا نحتاج منظمات إرهابية كحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات الحماية في عملية الرقة، فكلهم متشابهون. لذلك عرضنا محاربة داعش في الرقة بالتعاون مع واشنطن. نستطيع القيام بذلك ولدينا الإمكانيات، وقتالنا سيستمر في سوريا، العراق، كركوك، والموصل، تل عفر، سنجار. ولماذا؟ لأن سنجار ستصبح مثل قنديل، ولن نسمح بحدوث ذلك في سنجار. أعلنت نيوزيلندا تعليق العمل على مشروع قرار قدمته سابقا إلى مجلس الأمن الدولي من أجل وقف القتال في حلب بسوريا بسبب ما وصفته بالتناقض الذي لا يمكن تجاوزه بين مواقف روسيا والدول الغربية. مندوب نيوزيلندا الدائم لدى الأمم المتحدة ربط فشل المشروع بوضع الاعتبارات الجيوسياسية قبل مصالح الناس. وفي غضون ذلك أشعل الوضع الإنساني المتأزم في سوريا مواجهة بين مجموعة من الدول في مجلس الأمن الدولي. لم يسبق أن خرج النقاش في مجلس الأمن الدولي عن أطوره الدبلوماسية كما حصل في جلسة تتعلق بالوضع الإنساني في سوريا كرست بمعظمها لشرقي حلب. تقرير الأمانة العامة كان قاسيا بحق الحكومتين السورية والروسية، مع تنويه بأن تنظيمات مثل أحرار الشام ونور الدين الزنكي عرقلتا إجلاء الجرحى الأحد الماضي. يقصف المدنيون من القوات السورية والروسية، وإذا نجوا سيجوعون غدا.
التكتيك واضح ولا أخلاقي. اجعل حياتهم جحيما والموت محتمل. ادفع الناس نحو الجوع واليأس كي يستسلموا. اتهامات لم يجترحها الجانب الروسي الذي رد متهما أوبراين بالغطرسة وتجاهل الوقائع وبعدم الاتيان على ذكر مساعدة روسيا الأمم المتحدة بوقف الغارات لثمانية أيام ورعاية مئات المصالحات وإيصال المعونات الإنسانية ودعم المسارات السياسية. كونك لم تذكر مرور ثمانية أيام من الهدنة يجعل بيانك مشحفا وغير نزيه. قدم لنا الحقائق، فأنت تتحدث كما لو أن القنابل الكيميائية توشك على الانفجار في شرق حلب، وإذا كنت لا تستطيع كتابة تقرير نزيه فدع تقريرك لرواية تكتبها يوما ما. واستغربت شوركن الاستشهاد بمنشور أسقط من الجو يدعو السكان للخروج وإلا مصيرهم الهلاك، كون السماء تعج بالطائرات من كل الدول، نافيا أن تكون الطائرات الروسية حلقت خلال تلك الفترة فوق شرقي حلب. وطلب من أوبراين تقريرا مفصلا عن الوضع الإنساني في اليمن لمناقشته في نهاية الشهر. ردت مندوبة الولايات المتحدة متهمة روسيا بالمزاجية في شن الهجمات وبارتكاب جرائم حرب. لن تتلقى تهدئة إذا توقفت عن ارتكاب جرائم حرب ليوم واحد. مندوب سوريا حمل الدول التي خرج مندوبوها من القاعة المسؤولية عن كل الجرائم الإرهابية التي ترتكب في بلاده. لن نسمح كحكومة بأن يتم التحدث عن شيء اسمه شرق حلب وغرب حلب، ولن نسمح بتكرار السيناريو المؤلم المحزن القديم الذي كان يتحدث عن بيروت الشرقية وبيروت الغربية. وسط كل هذا الخلاف طرح مندوب فنزويلا سؤالا وجيها، سأل إذا كان المسلحون في شرق حلب يتخذون المدنيين دروعا بشرية وكذلك تفعل داعش في الموصل، فلتوقف الحكومة العراقية هجومها فقط لأن داعش يتخذ من المدنيين دروعا بشرية؟ نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين. ميدانيا في سوريا، حرر الجيش السوري على نحو كامل بلدة صوران في ريف حما الشمالي بعد اشتباكات مع المسلحين. وفي غوطة دمشق نشبت اشتباكات بين الجيش السوري ومسلحين من جيش الإسلام على محور ريحان تل كردي، تزامن ذلك مع استمرار الجيش السوري في التقدم واستعادة السيطرة على مواقع استراتيجية قريبة من دوما. متواصلون بتقديم السابعة ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. وقفة احتجاجية غاضبة نفذها أبناء قبيلة أرحب في صنعاء، أعلنت خلالها النفير العام ورفض الجبهات بالسلاح والرجال، وذلك ردا على مجزرة القاعة الكبرى ومجازر التحالف السعودي. أحمد زبيبة. بقدر إجرام التحالف السعودي بحق المدنيين من أبناء الشعب اليمني سيكون قدر التحرك في مواجهته، هكذا قال أبناء قبيلة أرحب في صنعاء في وقفة احتجاجية غاضبة لهم أعلنوا خلالها النفير العام في مواجهة التحالف السعودي وحربه الهمجية حسب وصفهم. ما وصلنا إلى هنا هو اليوم داعي الوطن في المقدمة وداعي المجازر، يعني من أولها إلى تاليها، من مجزرة مجتبى لحتى مجزرة ذمار لحتى مجزرة أصحابنا عند الحفار لحتى مجزرة المكالف في بيت مران لحتى الجريمة الكبرى والبشعة الذي وسط الصالح الكبرى. مستعدين بسلاحنا أرحب كامل تاوي قبلة أرحب العاصية قبيلة الذي أعلنتها الإسلام، فإحنا جينا لهم هذا ضد العدوان ومستعدين وجاهزين لكل أي حركة من القادات. وقف أبناء أرحب هنا بسلاحهم وعتادهم وجهوزيتهم الكاملة منددين بمجزرة الصالة الكبرى، مجزرة اعتبروها الوقود الذي سيدفعهم للتحرك أكثر أخذا بالثأر من المجازر المستمرة بحق اليمنيين. الصالة الكبرى هي جد قوتها اليمنيين صلابة وقوة وعزيمة من ما حصل، ولا أحد يعملها في ظل هذه الظروف العدوى.
قتل الأطفال والنساء واستهداف الأسواق والمدارس والمستشفيات في كل مكان حرك قبيلة أرحب وغيرها من القبائل، وآخرها قبائل سنحان وخولان، حرب اعتبرها أبناء القبائل متجردة من القيم والأخلاق الإنسانية. انتفضت قبيلة أرحب معلنة النفير العام في مواجهة حرب التحالف السعودي كغيرها من القبائل اليمنية، جهوزية كاملة بالمقاتلين والسلاح حتى انتهاء الحرب حسب وصفهم. أحمد محمد زبيب، صنعاء، الميادين. أفاد مصدر عسكري يمني الميادين بمقتل وجرح العشرات من عناصر قوات هادي في غارات التحالف السعودي على تجمعاتهم في منطقة اليتمة شرقية محافظة الجوف وسط اشتداد المعارك على الأرض ولا سيما عند الحدود اليمنية السعودية. على الرغم من الضربات الجوية المكثفة التي يشنها التحالف السعودي على اليمن، إلا أن الجيش اليمني واللجان الشعبية وسعوا دائرة العمليات العسكرية داخل الأراضي السعودية. هجمات يومية وجديدها السيطرة على موقع عليب الجبلي غربي نجران إثر عملية عسكرية نوعية مكنتهم من غنم كميات كبيرة من السلاح الذي خلفه الجنود السعوديون. القصف المدفعي والصاروخي بات عاملا أساسيا في المعارك على الأراضي السعودية. الأهداف توزعت بين قوات هادي وقوات التحالف في منفذ الخضراء بنجران السعودية، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية سعودية في موقع الكرس عند أطراف مدينة الخوبة. في المقابل وبتزامن مع محاولات التحالف السعودي تحقيق إنجاز على الساحل اليمني لجهة البحر الأحمر، تتواصل الغارات المكثفة على الداخل اليمني مستهدفة الأسواق والمنازل في محافظة صعدة، إضافة إلى شبكة الاتصالات في جبل العبلة. وفي اتجاه الجنوب تشهد محافظة تعز مواجهات وصفت بالعنيفة في منطقة الضباب عند المدخل الجنوبي للمحافظة. أما في مأرب فقد استعاد الجيش اليمني واللجان السيطرة على عدد من المواقع في منطقة المخدرة بمديرية صرواح غربي المحافظة وفق ما أورد مصدر عسكري. كما أحبط الجيش واللجان محاولة تقدم لقوات هادي مسنودة بغطاء جوي باتجاه منطقة الحول في مديرية نهم. غارات تحالف استهدفت مديرية بني حشيش شرقية صنعاء ومعسكر دفاع الجوي في منطقة صرف شمالي العاصمة. مصدر محلي أفاد باستشهاد وإصابة العديد من المدنيين إثر سلسلة غارات استهدفت منازلهم في مديرية خميس بني سعد بمحافظة المحويت، بموازاة غارات مكثفة على معسكر دفاع الجوي ومطار الحديدة الدولي شمالي محافظة الحديدة. حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين سلمت الفصائل الفلسطينية المبادرة التي أطلقتها خلال الكلمة التي ألقاها أمينها العام رمضان شلح في مهرجان الانطلاقة كمدخل حقيقي للخروج من أزمة القضية الفلسطينية الراهنة. أبرز نقاط المبادرة التي أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إعلان الرئيس محمود عباس إلغاء اتفاق أوسلو من الجانب الفلسطيني وأن يوقف العمل به في كل المجالات، إعادة بناء منظمة التحرير لتصبح الإطار الوطني الجامع الذي يضم ويمثل كل قوى الشعب الفلسطيني وأبنائه. وتعتبر المبادرة أن مقاومة الاحتلال أولوية بكل الوسائل المشروعة بما فيها المقاومة المسلحة، وهذا يتطلب تعزيز انتفاضة القدس وتطويرها لتصبح انتفاضة شاملة وقادرة على هزيمة الاحتلال. كما تتضمن إنهاء الانقسام وصياغة برنامج وطني جديد على قاعدة التحلل من اتفاق أوسلو بما ينهي وجود السلطتين وكيانين في غزة ورام الله، والتأكيد أن الشعب الفلسطيني واحد وقضيته واحدة، ما يتطلب أن تشمل الاستراتيجية الوطنية الجديدة كل مكونات الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48 وفي الأرض المحتلة عام 67 وفي الشتات، إضافة إلى العمل على تفعيل وتعزيز حركة المقاطعة الدولية للكيان الصهيوني. معنا من قطاع غزة المحاصر المتحدث باسم حركة فتح الدكتور فايز أبو عيطة. مرحبا بكم دكتور. أسألك بداية، هل تسلمت بشكل رسمي يعني حركة فتح هذه المبادرة التي أطلقت من قبل أيام من حركة الجهاد الإسلامي، ومتى يمكن أن نرى ردا رسميا عليها؟
أولا مساء الخير لك ولكل أبناء شعبنا الفلسطيني والأمة العربية أيضا والإسلامية في كل مكان. نعم إحنا استلمنا المبادرة بشكل رسمي من الأخوة في حركة الجهاد الإسلامي بالأمس فقط، ويعني نقلناها بدورنا إلى المستوى المسؤول الأول في الحركة وهو اللجنة المركزية لحركة فتح، وهي قيد الدراسة على أمل إن شاء الله أنه في أقرب وقت ممكن يتم بلورة موقف من هذه الأفكار التي طرحها السيد رمضان شلح وحركة الجهاد الإسلامي. إحنا في حركة فتح من حيث المبدأ طبعا هذا ما نريد توضيحه، لسنا ضد أي حوار جاد ومسؤول على الساحة الفلسطينية بغض النظر عن النقاط المطروحة، يعني طالما أنه في حوار الحوار يكون سيد نفسه، ممكن أن نطرح على هذا الحوار هذه المبادرة بالإضافة إلى مبادرات أخرى، وفي النهاية يتم التوافق أو الاتفاق على شكل وصيغة نهائية للتوافق الوطني الفلسطيني مثلما حدث في يعني وثيقة الوفاق الوطني اللي هي مشهورة فلسطينيا بوثيقة الأسرى، لأنه اللي أعد هذه الوثيقة الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي. طيب دكتور، لكن حقيقة المشكلة كانت دائما تكمن أختي العزيزة لو سمحت لي في كيف لنا أن نحول ما يتم الاتفاق عليه نظريا إلى واقع عملي، هذا المهم بالنسبة لنا بصراحة. وربما هو الواقع العملي يبدأ فيه في هذه المبادرة، تحدث عن الحوار هو البند العاشر في هذه المبادرة القائمة على يعني في بنودها الأخيرة القائم على أنه الحوار للذهاب نحو هذا المسار المطروح في المبادرة، العنوان الأول والثاني بما له علاقة بيعني عدم الاعتراف بإسرائيل وإيقاف العمل باتفاق أوسلو هو العنوان الأساسي العملي وليس الدخول في الحوار للوصول إلى النقاط العملية. ربما أسألك هنا عن هاتين النقطتين، ما هي المعايير التي يمكن أن تلحظها حركة فتح يعني حول هذين البندين؟ لا إحنا يعني المبادرة قد نتفق مع بعضها ونختلف مع بعضها، ولكن هذا كله يأتي في سياق الحوار. الحوار طبعا مش على شاشات التلفاز، والحوار مش في الإعلام، لأنه إحنا بنعتبر أن الوضع الطبيعي أن تقدم المبادرة إلى الفصائل قبل عرضها في الإعلام، ولكن مع ذلك هذا شأن الطريقة اللي تصرف فيها أخواننا في حركة الجهاد الإسلامي، هذا شأن طبعا يخصهم. في النهاية وصلتنا المبادرة أمس من الناحية العملية وهي ستكون قيد الدراسة. إحنا نحترم أي أفكار من شأنها أن تعيد الأوضاع الفلسطينية على الساحة الفلسطينية. للأسف الشديد أنتم ترون بأم أعينكم يعني الانقسام خلق وضعا استثنائيا لا يكاد فلسطيني يستطيع أن يحتمله أو أن يتعايش معه، لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة ولا في القدس ولا حتى فلسطيني الشتات أو فلسطيني 48. نعم دكتور. ولذلك من حق الجميع أن يسعى بكل ما يملك من خلال مبادرات، من خلال أفكار بأي طريقة. وربما أطمع منك دكتور يعني بالسؤال الذي طرحته هذا الانقسام. نعم. دكتور ربما أطمع بإجابة حول هذا السؤال الذي طرحته بالبندين الأساسيين، هل حركة فتح بوارد فعلا أن تعلن يعني حلها أو إيقاف التعامل باتفاق أوسلو ليس كاتفاق وإنما حتى لنهج وعدم الاعتراف بإسرائيل؟ يعني هذا سيأتي عبر الحوار، ولكن أنا أريد أن أقول أنه من أيام فقط يعني السيد الرئيس تحدث في الأمم المتحدة من على منبر الأمم صحيح. المتحدة أنه الاعتراف بإسرائيل لن يكون مجاني، يعني إحنا اعترفنا في إسرائيل في سياق اتفاقية أوسلو مقابل اعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية صحيح. وبالتالي سلطة وطنية، ولكن إسرائيل لم تلتزم لم تستكمل، جاء هذا الاعتراف خطوة على طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ولكن أن يستمر اعترافنا بإسرائيل وإسرائيل لا تعترف بالدولة الفلسطينية اللي اعترفت فيها الأمم المتحدة هذا مرفوض، وبالتالي على إسرائيل أن تعلم لن يكون هنالك أي شيء مجاني. هذه الأفكار تدور في حركة فتح، تدور في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا لم يعد سرا لدى الإسرائيليين. الإسرائيليين يعرفون أنه هذا يبحث في أروقة القيادة السياسية الفلسطينية، هذا فيما يتعلق بموضوع الاعتراف، فما بالك بموضوع الالتزام بالاتفاقيات، أيضا هذا نوقش وسيناقش. صحيح اتخذت خطوات، تنفيذها ليس بالأمر الهين والأمر السهل، سيكون له تداعيات قوية على الساحة
فلسطينية وقد يكون على الإقليم بصفة عامة، ولذلك مسألة التطبيق قد تأخذ وقت، ولكن لا، احنا بدنا نتوقف ونقول انه لا يمكن ان تلتزم السلطة باتفاقيات لا تلتزم بها إسرائيل، وهذا قاله السيد الرئيس محمود عباس. لكن الآليات، طرق الاتفاق، احنا اذا اقتربنا من بعض ووحدنا صفوفنا على الساحة الفلسطينية، لأنه للأسف الشديد كثير من القضايا التي تستوجب اتخاذ مواقف جادة ومواقف مسؤولة لا يتم اتخاذ هذه المواقف بسبب حالة الضعف والوهن، بسبب الانقسام. وربما هذا ما تحاول هذه المبادرة يعني طرحه، حالة الالتفاف. ويبدو أن مواقف فصائل فلسطينية التي تتوالى هي التي ترحب وتتبنى هذه المبادرة المطروحة من حركة الجهاد. هل حركة فتح تضع هذا السيناريو في بالها؟ نعم. أنا أريد فقط أريد أن نعلق على موضوع الترحيب. الموضوع مش موضوع ترحيب بالمطلق، الموضوع مش موضوع ترحيب، الموضوع أن نكون إحنا صريحين مع بعضنا البعض ونقعد على طاولة واحدة ونتفق سواء على هذه المبادرة أو على أي أفكار تطرح على طاولة الحوار فلسطينيا. المهم أن نتفق وأن ننفذ ما نذهب إليه. أما مجرد الترحيبات الإعلامية أرجوك أنك ما تتوقفيش عندك فيها. لا، هو مو ترحيبات إعلامية وحتى يعني تبني لهذه المبادرة على أنها ربما تكون خارطة الطريق يعني يمكن البناء عليها والسير فيها. وهنا السؤال، إذا كان هناك إجماع من باقي الفصائل الفلسطينية، إلى أي حد حركة فتح يمكن أن تأخذ موقفا بعيدا عن تلك المواقف من الفصائل الأخرى أو كل الفصائل الباقية؟ وانت يعني ليش تعتقد بانه في حركة فتح ممكن ان تأخذ موقف بعيدا؟ وانا تحدثت لك عن حقيقة ما يدور في أروقة القيادة السياسية، سواء في موضوع الالتزام باتفاقيات لم تلتزم فيها إسرائيل، او في موضوع اعتراف بإسرائيل، إسرائيل لم تقدم اعتراف مقابل له بدولة فلسطين. وبالتالي لا، احنا لسنا بعيدين عن موقف الفصائل الفلسطينية، ولكن الامر يحتاج الى نقاش جدي عملي. نعم. يأخذ بعين الاعتبار تداعيات اي موقف او اي خطوة من شأنها ان تقدم عليها الساحة الفلسطينية. نعم. والاساس انه في اي افكار او في اي مبادرة يجب ان يأخذ بعين الاعتبار لم الشمل الفلسطيني، توحيد الموقف الفلسطيني. نعم. وتوحيد الحالة الفلسطينية. لا يجوز أن نبقى نتحدث ضفة وغزة وفصائل مختلفة، كل فصيل له برنامجه وله استراتيجيته. نعم. أنا أقول لك بأنه كل الفصائل على بعضها ما عندهاش برنامج سياسي واحد تتفق عليه حتى بتلك الفصائل. وهذه واحدة من المشاكل حقيقة دكتور، صحيح موجودة بشكل عام، هو النهج أو البرنامج السياسي في آلية النضال، ولكن فقط يعني لأن انتهى الوقت دكتور. أي. يتم الإجماع لو سمحتي لي، نريد استراتيجية سياسية يتم الإجماع عليها، برنامج سياسي محل. نعم. إجماع نقوم جميعا بتنفيذه لنمكن شعبنا الفلسطيني من الوقوف على أرض صلبة في مواجهة. نعم. هذا المحتل، ونحاول أن نخفف من المعاناة الحقيقية لشعبنا الناتجة عن للأسف الشديد الاحتلال والانقسام. فقط دكتور أبو عيطة، فقط يعني لماذا سألت عن موقف حركة فتح إن كان سيبدو بعيدا عن ما سمعناه من ترحيب؟ لأنه كان هناك تصريحات من داخل حركة فتح بأن هذه المبادرة غير واقعية، فقط للتوضيح. شكرا جزيلا لك دكتور فايز أبو عيطة المتحدث باسم حركة فتح، كنت معنا مباشرة من قطاع غزة المحاصر. مشادة كلامية بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في الجلسة العامة للاتحاد الدولي للبرلمانات المنعقد في جنيف، خرج منها الفلسطينيون بالدعم والتشجيع من مندوبي البرلمانات 700 موسى عاصي. هذا الرجل هو أميان رضا رباني، رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، في كلمته أمام الاتحاد الدولي للبرلمانات المخصصة لحقوق الإنسان تحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. قال إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق هذا الشعب ولا تفرق بين نساء ورجال وأطفال. اعترض المندوب الإسرائيلي وصب جام غضبه على باكستان متهما إياها بارتكاب الجرائم وعلى الفلسطينيين، زاعما أنهم يقتلون اليهود. المندوب الفلسطيني طلب حق الرد. مجلس البرلمانات الدولي رفض بداية، لكن الوفد الفلسطيني أصر. لماذا تعطون حق الرد للإسرائيلي فقط؟ أنا يجب أن أرد عليه. فكان له دقيقة واحدة فقط للرد. أقول لمندوب إسرائيل، مندوب الاحتلال الإسرائيلي، إن الاحتلال قمة الإرهاب. وإن المجازر التي ارتكبتموها بحق الشعب الفلسطيني كانت قبل قيام إسرائيل وبعد قيامها،
وأنتم تأسستم لأن تكونوا عصابات قبل أن تكونوا دولة. وأذكر بأن المجازر التي ارتكبتموها بحربكم بثلاث حروبكم على قطاع غزة شاهدها العالم أجمع، حيث قتلتم الأطفال والنساء ودمرتم المنازل على ساكنيها، ودمرتم المنازل في ثلاثة حروب، وأنتم تاريخكم كله مبني على المجازر وعلى الإرهاب. لماذا لا ترحلوا عن أرضنا؟ لماذا تحتلون لمدة 60 عاما؟ لولا دعم أمريكا لكم لما كان لكم وجود. أنتم القتلة وأنتم الجزارون وأنتم الذين تستعبدون شعب لمدة تزيد عن 60 عاما. لماذا لا تنهوا احتلالكم؟ نحن الشعب الوحيد في العالم الذي لا يزال تحت الاحتلال. شكرا سيد الرئيس. المندوب الإسرائيلي طلب الرد من جديد، لكن إدارة الجلسة رفضت الطلب باعتبار أن له مداخلة في الجلسة العامة وباستطاعته الرد من خلالها. رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني أصر على موقف بلاده مكررا أن إسرائيل ترتكب الإبادة الجماعية. استخدمت هذه الكلمات عن قصد، فهناك إبادة جماعية ممنهجة ترتكب بحق الفلسطينيين، والعالم للأسف يتفرج على ذلك بصمت، وأيضا ما يسمى بالمنظمات الإنسانية التابعة للدول الغربية. الرد الفلسطيني على المندوب الإسرائيلي حظي بتضامن واسع من قبل الحضور الذين عبروا عنه بالتصفيق مرارا خلال المداخلة الفلسطينية. أثبتت المشادة الكلامية بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي أن القضية الفلسطينية لا تزال تحظى بتعاطف المجتمع الدولي، وأن اللقاءات الدولية عندما تتساوى فيها الدول ويغيب ضغط الدول الكبرى الداعمة لإسرائيل يجد الفلسطينيون فيها كل الدعم. موسى عاصي، جنيف، الميادين. نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالة عن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، ذكرت فيها أنه أنفق أموال مؤسسة عائلة كلينتون الخيرية على حاجاته الخاصة، وذلك بعد تحليل الصحيفة مستندات سربها موقع ويكيليكس. وبحسب الصحيفة فقد تم إنشاء بند إنفاق في المؤسسات تحت عنوان للرئيس وعائلته، الرحلات الخاصة والإقامة في الفنادق السياحية وغيرها. وأشارت الصحيفة إلى أن ممثل كلينتون رفض التعليق على الخبر. ما نشرته الواشنطن بوست اليوم يأتي بعد نشر موقع ويكيليكس رسالة جديدة تفيد بأن مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون تعاني مشكلة في رأسها، مستندة إلى ما كتبته إحدى مساعدات كلينتون في نيسان أبريل من العام الماضي، حيث قالت بأنها ستعتمد بنحو أكبر على الأفكار المكتوبة لأنها ما زالت تواجه ما وصفته خللا في رأسها. وفي هذا السياق وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتهامات المساقة ضد روسيا بالعمل على التأثير على الانتخابات الأمريكية لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وصفها بالهستيريا. الاتهامات المساقة ضد روسيا بالعمل على التأثير على الانتخابات الأمريكية لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب هي اتهامات هستيرية. هل هناك من يفكر بجدية بأن روسيا قادرة على التأثير على اختيار الشعب الأمريكي؟ هناك الكثير من المشاكل الحادة والملحة في أمريكا، من الدين الحكومي إلى ارتفاع منسوب العنف وإلى تعسف الشرطة. وبينما يجب أن يكون الحديث خلال الانتخابات عن ذلك وعن المشاكل الأخرى، يتضح أنه ليس لدى النخبة الأمريكية ما تقوله، ولا تملك ما تهدئ بها المجتمع، فتجد أن الأسهل هو لفت انتباه الناس إلى ما يسمى القراصنة الروس. من واشنطن ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية دكتور ريدمون غريب. مرحبا بكم دكتور غريب. لا يبدو أنه هيلاري كلينتون شعبيتها تتأثر، رغم أنه بريدها الإلكتروني حسب ما ينشر ويكيليكس ينشر الكثير من التسريبات التي يفترض أن تؤثر عليها. الاقتراع المبكر يرجح أفضلية لكلينتون على ترامب، لماذا برأيكم؟ أعتقد أن هناك عدة أسباب وراء ذلك. طبعا جزء منها هو أن حملة هيلاري كلينتون هي أكثر تنظيما، وهيلاري كلينتون هي أقدر على التعامل مع القضايا التي تواجه الولايات المتحدة، وهي وتمويلها أفضل من تمويل ترامب، على الرغم من أنه بليونير. وبالإضافة إلى ذلك لا شك أيضا أن
الفيديوهات التي ظهرت والتي تحدثت عن قيام دونالد ترامب بالإدلاء بكلام مهين للنساء أو اتهام بعض النساء له بأنه حاول التحرش بهن، هذه بدون شك قد أثرت. في نفس الوقت هناك أيضا الإعلام الأمريكي الرئيسي، معظم وسائل الإعلام الأمريكية تتعاطف مع هيلاري كلينتون، وكان هناك مثلا تركيز فقط على حوالي يعني دقيقة أو أقل بقضية هيلاري كلينتون على وسائل التلفزيون الرئيسية، بينما كان هناك حوالي 15 دقيقة ركزت على الفضائح الجنسية المتعلقة بدونالد ترامب. هذه من بين نعم دكتور غريب، لافت أيضا تصريح الرئيس الروسي بأن كل هذه الاتهامات لروسيا هي عبارة عن هستيريا. ما حقيقة تأثير مثل هكذا اتهامات حتى على يعني حظوظ أي من المرشحين أو مزاجية الناخب الأمريكي؟ بدون شك ومن الواضح أن حملة كلينتون قد ركزت على أن روسيا هي عدو، وبالتالي على الرغم من عدم وجود معلومات مؤكدة حتى الآن عن الدور الروسي، فأن ذلك لم يظهر بوضوح. ولكن في نفس الوقت أيضا أعتقد أن بالنسبة لمثل هذه التصريحات هناك بعض الأمريكيين الذين يشككوا في موقف الحزب الديمقراطي، ولكن هناك من يقتنع بذلك ويؤيد ذلك، ولكن إجمالا هناك فعلا خشية متزايدة من احتمال حدوث مواجهة عسكرية بين روسيا والولايات المتحدة. شكرا جزيلا لك دكتور إدمون غريب، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن. في مصر حرب مفتوحة بين تجار ومهربي الأثار الوطنية والسلطات المختصة. ألاف القطع الأثرية تمت استعادتها قبل إخراجها من مصر وعرضت على الجمهور في معرض بالقاهرة. تهريب الآثار من مصر لا يتوقف، فيما تعمل السلطات المعنية على وضع حد لهذه الظاهرة التي تستنزف الثروة الأثرية المصرية بما يتاح لها من إمكانات ووسائل. في الفترة الأخيرة تم عرض نحو 400 قطعة أثرية في إطار معرض الآثار المؤقت الأول للمضبوطات الأثرية في الموانئ المصرية بالمتحف المصري في القاهرة. هذه القطع تم ضبطها بالتنسيق مع الجهات الأمنية قبل تهريبها إلى خارج البلاد، ويأتي المعرض لمناسبة مرور 30 عاما على إنشاء الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية في الموانئ المصرية. الهدف ان احنا نوري العالم كله احنا بنحاول ان احنا نحافظ على الاثار بتاعتنا، مش الاثار بس اللي حضرتك شفتيه ده كله، انا ذكرت بره يمكن 12 13 وزارة. تشمل القطع الأثرية المعروضة حاليا آثارا من العصور الفرعونية واليونانية والإسلامية، وهي مجرد قطع من بين آلاف القطع التي ضبطت في موانئ ومطارات مصرية قبل تهريبها خلال 30 عاما المنصرمة. شايفين آثار اللي معروضين النهاردة أكثر من 400 قطعة، بس ده جزء من آلاف، يعني بيقول لي 2015 بس مسكوا 3000 قطعة أثرية، 2014 مش عارف 2000 وشوية كم؟ 2700، يعني بنتكلم في كل سنة بيوقفوا 2000-3000 قطعة، الإدارة بقالها 30 سنة شغالة، فده عايز أوري كم المحاولات اللي هم مسكوها. يمثل نجاح الجهود المبذولة لوقف عملية تهريب الآثار خطوة مهمة في إطار مكافحة التهريب والإتجار بالآثار، وهي الظاهرة المزدهرة في مصر، وتستفيد منها إضافة إلى شبكات التهريب تجار محليون يتعاونون مع نظرائهم في دول أجنبية. بهذا نصل إلى ختام السابعة، نذكركم بعناوينها. الجعفر يؤكد ضرورة خروج القوات التركية من العراق ويشدد على أهمية التنسيق بين تحالف واشنطن وروسيا للضغط على داعش في سوريا. استعدادات عراقية عسكرية لإطلاق المرحلة الثانية من معركة تحرير الموصل. بوتين يعلن فشل محاولات التوصل إلى اتفاق مع أمريكا بشأن سوريا ويصف اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية بأنه هستيريا. حركة الجهاد الإسلامي تطرح مبادرة من 10 نقاط للخروج من أزمة القضية الفلسطينية. ومصر تحبط تهريب آلاف القطع الأثرية وتكشف جزءا منها في معرض بالقاهرة.
دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مشاهدة البث الحي للميادين تفضلوا بزيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net إضافة إلى موقع الميادين باللغة الإسبانية وصفحة الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. وزميلة فتون عباسي تصحبكم بنشرة مفصلة على رأس الساعة. إلى اللقاء.